وبهذا الفيديو رح نتعلم واحدة من أغاني الفنان محمد عبده واللي هي أغنية أيوه. الأغنية على مقام البيات وبهذا الفيديو أخذناها من درجة الري. هلا نستعرض مقام البيات على درجة الري مع بعض. رح يكون هلا صورة أبطأ ري مينوس مول فا صول لا سي بيمول دو ري وبنرجع في المقام. هل في البداية بناخذ المقدمة الموسيقية للأغنية واللي هي بتقول هل ناخذ لحديت هون وبننتبه انه سي راح تكون عندنا نص بيمول بكامل الأغنية. هل ناخذ السولفيج لاول جزء عزفناه واللي هو فا سول فا سول دو مي فا مي فا سي ري. هل منتابع؟ والسولفيج ري مي ري دو ري دو ري سي دو لا. ونتابع من عند لا ناخد لا دو ري مي ري مي فا مي فا صول ري. هلا منتابع والسولفيج صول فا لا صول فا مي ري ري مي ري دو. ننتقل للأغنية. والسولفيج ري مي فا فا دو دو ري ري فا مي ري. منتابع والسولفيج راح يكون دو دو ري مي فا 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 ري مي صول مي دو سي دو لا صول. ننتقل للجملة اللي بعديها. والسولفيج لا صول لا سي لا سي دو دو. ننتقل للجزء اللي بعديه واللي هو راح يكون جزء شبيه ببداية الأغنية اللي عزفناها هلا واللي هي
وبنرجع بنعيد المقدمة الموسيقية كمان مرة واللي هي هلا ننتقل للجزء الثاني من الأغنية واللي هو راح يكون والسولفيج راح يكون صول فا صول لا فا مي فا صول مي ري مي فا ري دو. هلا من عند الدو رح نرجع نطلع للسينيو ورح نعزف بهذا الشكل اللي هي نستمر لحد ما نوصل للكودة. من عند الكودة نرجع ننتقل للكودة اللي تحت فراح تكون ننتقل للكودة اللي تحت وبنتابع. والسولفيج هاي بيشبه شبيه بالجمل اللي عزفناها فوق، بنرجع نعيده اللي هو راح يكون ري مي فا فا دو دو ري ري فا مي ري. هلا ناخذ الجزء اللي بعده واللي هو دو ري مي ري مي فا مي فا صول ري صول فا لا صول فا مي ري. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية أيوه للفنان محمد عبده على مقام البيات واللي بهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.